وفي صلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الظاهر امين. الثاني الانكار وقال اهو يذبح. الثالثه التقييد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يتحدث عن البدء بالبسملة في الوضوء، هل هو مستحب أو أنه مكروه أو أنه مباح أو ماذا؟ فالبسملة ورد فيها حديث وإن كان فيه مقال، وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم أو فهو أقطع أو فهو أبطر، يعني ناقص الخير وناقص البركة. والوضوء لا شك أمر ذو بال لأنه مقدمة للوقوف بين يدي الله تعالى في الصلاة، فمن أجل ذلك كان ينبغي أن يكون داخلا في الأمور التي لها بال. إنما الأمور التي ليس لها بال لا تبدأ فيها بالبسملة، مثلا كخلع النعل ولبس النعل وخلع الثوب ولبس الثوب مثلا ونحو ذلك من هذه الأشياء التي يفعلها الإنسان ولا يلقي لها بالا، يعني لا يهتم بها كثيرا وتتكرر كثيرا عنده، فليس شرطا أن تبدأ فيه بالبسملة. أما الأمور التي لها بال فإنها يبدأ فيها بالبسملة. إذا كل أمر الكلية هنا عامة، لكن هذا الحديث فيه مقال ومقال كبير عند المحدثين، فمن أجل ذلك قدم عليه حديث لا وضوء لمن لم ينكر اسم الله عليه، وتعلق به الحنابلة وإسحاق ابن راهوي، وقال إن هذا الحديث يدل على أن البسملة في أول الوضوء واجبة، ولن يشترك معه الجمهور من العلماء لا في مذهب مالك ولا في غير مذهب مالك، حتى الحنابلة أنفسهم انقسموا في ذلك إلى قسمين، فمنهم من قال بهذا القول ومنهم من قال إنه ليس بإيه؟ إنه ليس بواجب. خلاص؟ طيب خلينا نحقق مذهب مالك. عندنا روي عن ابن حبيب الاستحباب، وهذا هو المشهور عند المالكية ومشى عليه صاحب المختصر اللي هو الخليل، وتبعه في ذلك الدرديب في متن أقرب المسالك. فإذا البدء بالبسملة أمر مستحب، سرى ذلك القول عن ابن حبيب وشهر هذا القول. شهر، هل شهر بمعنى أنه بني على قوي أو أنه شهر بأنه بني على ضعيف؟ لا شك أنه شهر بأنه مبني على ضعيف، لأنه لو لم يكن مبنيا على ضعيف لما اضطربت الرواية عن مالك واختلفت عنه رضي الله تعالى عنه. ففيه رواية أخرى عنه الإنكار، لأن مالك كان من أشد الناس في الأمور التي لها دليل، إذا لم يجد لها دليلا واضحا فإنه كان من أشد الناس في البعد عنها، بل قد يؤدي به الأمر إلى أنه يكررها في بعض الأحيان. فالإمام مالك لم يرد عنه في هذه المسألة شيء، أو الذي ورد عنه الإنكار، سئل مرة فقال أهو يذبح حتى يبدأ بسم الله، يعني المفروض الوضوء ما يبدأش فيه بسم الله، لأن الشرع لم يأتي بالبدء بالبسملة في الوضوء خصوصا. والرواية الثالثة في المذهب التخيير، إن شاء بدأ وإن شاء لم يبدأ، لكن إحنا نمشي على الرواية المشهورة مش هنقول المعتمدة، لأن إحنا عرفنا الفرق بين المعتمد وبين الإيه؟ وبين المشهور، فهنقول إن دي رواية مشهورة، فنمشي على مذهب ابن حبيب في الاستحباب بالايه؟ بالبدء بالبسملة. خدت بالك؟ نعم، اختلفوا هل يقول بسم الله او يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اخر ما وقفنا عنده. فقال بعض العلماء
يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الأمر المقوف وفي الأمر الذي فيه شيء فيه شدة وصعوبة، يكمل البسملة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقولها في الأمر الذي فيه سهولة ونوع من الرحمة والابتداء بالأكل والابتداء بالطعام والابتداء بالشراب وغير ذلك، يقول بسم الله فقط. والأوجه من هذا أنه مخير بين أن يبدأ يكملها وبين أن يقف عند بسم الله فقط، يعني الأحسن من كده، لأنه إيه المعنى أنك أنت تضيف الرحمن الرحيم بعد بسم الله، مع أنها نزلت في القرآن كاملة إنه من سليمان وإنه، ونزلت في أول الفاتحة، فالتخيير ده يعني أنك أنت إذا بدأت بأمر في رحمة تقول بسم الله فقط، وإذا بدأت بأمر في صعوبة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني فيه تحكم. ذكر ذلك الإمام الصفتي رحمه الله في حاشيته على شرح العشماوية. فعلى كل حال الأفضل التخيير، إن الإنسان إن قال بسم الله فلا بأس، إن قال بسم الله الرحمن الرحيم فإنه اللهم، إلا إذا وردت عادة نقلت إلينا في روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقف عندها ونقول ما قال تقليدا له واتساء به صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان عند الطعام يقول بسم الله نقول، إن كان قال لنا في موضوع الجماع الواحد يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا نقول، لأنه ما قال لنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالذي ورد به النص بسم الله نقف عنده، والذي ورد به النص بالتكملة نكمله، إلا إذا قال قائل إنه استقرأ النصوص التي وردت بذكر بسم الله فقط عند رسول الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أن ذلك إيه يكون في الأمور التي فيها رحمة مثلا، أو وجد أن ذلك ووجد النصوص التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم في الأمور التي إيه التي فيها خوف، فإن استقرأنا الأحاديث والنصوص الواردة فوجدنا ذلك كذلك، يبقى القول لي إيه لمسوغ. أنا أحب أن أعلمكم كيف يكون البحث وكيف تكون الدراسة، يعني مش قاصرين على شرح الكلام فقط، ولكن أريدكم أنكم إذا بحثتم شيئا فلا بد أن تأتوا بكل ما يتعلق بذلك الشيء، هذا شيء. ثم أيضا لا تخطئ رأيا أبدا إذا كنت يمكن أن تلتمس له وجها من الوجوه. فانظر مثلا هذه المسألة التي قلتها أنا أخيرا وهو الاستقراء والتتبع لم أره في كتاب، لكن قال الصفتي مثلا ما قال وقال غيره ما قال، طيب ما وقوفنا نحن أمام هذه الأشياء وهذه الأقاويل التي وردت في المذهب مثلا وفي غير المذهب؟ نقول والله إحنا لا نخطئ من قال يبدأ ببسم الله في الأمور اللي فيها رحمة وفي الأمور التي فيها رحمة، ولا نخطئ من قال بسم الله الرحمن الرحيم في الأمور التي فيها شيء من الصعوبة. ثم الإيه؟ قال لك بعد أن نبحث، فإذا وجدنا النصوص تتبعها المتتبع فوجد أن النصوص التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الأمور التي فيها رحمة بداء بسم الله فقط، والأمور التي فيها خوف، يبقى كده إيه نجري على ذلك الايه القول، حتى وان لم يكن مقصودا من الشارع، حتى وان لم يكن مقصودا من الايه من الشارع. اذا احنا عندنا ثلاث روايات المشهوره قلنا فيها ايه للاستحباب. نعم نعم. المشهور في المذهب دائما يبنى على ضعيف ولا قد يبنى ابدا، من قال ذلك؟ لا، انا قلت قد يبنى المشهور على ضعيف، واذا بني المشهور على ضعيف صار قويا، صار ايه صار قويا، والا فلماذا يكون مشهورا؟ الا انه مشهور بمعنى ان المشايخ قد اشتهر ذلك بينهم ورضوه، لكن معنى انهم يعتمدونه انهم يجدون فيه شيئا راجحا عن غيره فيقولون هذا هو المعتمد. وضربت مثلا في اول درس درسناه هنا في المصطلحات او الاصطلاحات بتاعت المذاهب، قلنا الطمأنينة، طمأنينة فرض ولا سنة عندنا؟ فرض. المشهور في مذهب مالك، وبقيد وقول في مذهب مالك انها ايه سنة،
الاصل في مذهب مالك عندنا انها سنه، انها سنه، خدت بالك؟ ولكن الذي شهر القول بفرضيتها ابن الحاجب، امام ابن الحاجب شهر القول بفرضيتها، يعني في المذهب عندنا الاصل انها سنه وقيل فضيله كمان. انا بس مش بقول كده عشان نتكل على ذلك ونعتمد على هذه المسائل، لكن الذي شهر القول بفرضيتها مين؟ ابن الحاجب. طيب جاءنا المشهور من ايه؟ قال لك والله جاءهم المشهور من مذهب مثلا الشافعيه فان عندهم الطمانينه فرض ولا جدال، ومذهب الحنابله فان الطمانينه عندهم فرض ولا جدال، خدت بالك؟ لكن احنا مش هنبحث هل يا ترى فرض مستقل ولا فرض تابع؟ ده ما لناش دخل احنا بيه. مفهوم؟ دي مش بحثنا الان. طيب فابن الحارث لما قال انها فرض تشهرت تلك الروايه من عهد ما قال ابن الحارث. يبدو ان الدال عليها قوي. فلذلك رضيها العلماء عندنا واعتمدها المشايخ وقالوا انه مشهور. ومشهور بني على ايه؟ ضعيف عند الامام مالك يعني في مذهب مالك في المشرب اللي شربه مالك انه ضعيف عنده في الاصل، ولكن الفرض كونها سنه كونها فرض. شوف قرات تلك الروايه، فهل يستطيع اللي بيعد فرائض الصلاه دلوقتي ما يعدش الطمانينه؟ لا يستطيع الان، خلاص بقى. نعم. الثالثه التخيير وكون الاناء الذي يتوضا منه على يمينه امكن له اي ايسر واسهل له في تناوله ان كان مفتوحا، كذا عده صاحب المختصر في المستحبات. اما ان كان ضيقا فالافضل ان يكون عن يساره لانه ايسر له، وبعد ان يجعل الاناء المفتوح. يعني ان هذا من جمله المستحبات ان يكون الاناء الذي تتوضا منه على اليمين، لأنه أمكن لك في أن تأخذ الماء بيدك وتفرغه على اليد الأخرى فتتوضأ، خلاص؟ أما إن كان ضيقا كالإبريق مثلا، والإناء الآخر الذي يكون فمه ضيق لا تستطيع أنت أن تضع فيه يدك لترتفع منه، فالمستحب أنه يبقى على مين؟ على اليسار. الله، طب ليه يعني؟ أم قال لك لأن أنت المطلوب ان انت تقدم يمينك في كل الاحيان، خلاص؟ فان كان على اليسار اخذته باليسار ثم افرغته على اليمين برضه، يعني الغرض ان انت تعمل كل افعالك بالايه؟ باليمين. فان كان مفتوح هيعاونك انك انت تمسك باليمين، مفهوم؟ وان كان غير مفتوح واسعا يعني ضيقا فانك تاخذ منه وتفرغ على اليسار، ثم بعد ذلك تفرغ على اليمين، ثم تفرغ على اليسار، ثم تبدا في الوضوء. مفهوم؟ يبقى ان كان ضيقا يبقى على ايه؟ على اليسار، وان كان واسعا يبقى على الايه؟ يبقى على اليمين. او كان ايضا نهرا او بحرا، لو كان نهر او بحر فانه ايضا يكون على مين؟ تجعله على يمينك. مفهوم؟ طيب نعم. إن كان حنفية بقى يبقى مش شرط بقى يبقى على اليمين ولا على الإيه؟ ولا على الشمال، لأن أنت هتقدر تبدأ بإيدك اليمين في أي مجال كنت. نعم. وبعد أن يجعل الإناء المفتوح عن يمينه أو الضيق عن يساره يبدأ وضوءه على جهة السنية. نعم. فيغسل يديه إلى الكوعين قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. طيب، يغسل يديه إلى الكوعين. هذا يعتبر إيه؟ قبل أن يدخلهما في الإناء. طيب يا ترى قبل أن يدخلهما في الإناء دو ساعة ما يكون قايم من النوم فقط، أو ساعة يكون اليدان غير نظيفتين مثلا، ولا في كل الأحيان؟ في كل الأحيان، سواء كان قائما من النوم أو كانت يداه نظيفتين أو غير نظيفتين، فإنه لا يدخلهما أولا في الإناء، بل يبدأ وضوءه بهما بغسلهما إلى الكوعين، لأنه يبدو أن غسل اليدين إلى الكوعين سنة قصد بها التعبد،
زي الأعضاء بتوعك ما أنت تغسلها وليس عليها قذارة أو نجاسة أو تراب أو نحو ذلك، فكذلك تغسل إيه؟ تغسل يديك. إلا أن الذي يتأكد في السنية أنك إذا كنت قائما من النوم تغسلهما، الذي يتأكد في السنية يعني تبقى السنة كده فتتأكد عندما تكون قائما من الإيه؟ من النوم. ويزيد السنة تأكيدا عندما تكون قائما من نوم الليل. يبقى شوف عندنا كم حاجة، الأول السنة أن تغسلهما، ثم تتأكد السنة عندما تكون قائما من النوم، ثم يزيد التأكيد عندما تكون قائما من نوم الليل. خلاص كده؟ نعم. فيغسل يديه الكوعين قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. والكوعين كما تعلمون هنا، لأن الكوع يعني نهاية طرف الإبهام هنا هو. ولماذا نهاية طرف الإبهام؟ لأن الإبهام يعني يعتبر أطول حاجة داخلة عند الكوع، أطول حاجة داخلة عند الكوع، مفهوم الكلام ده؟ والعجيب أنك تجد الأصابع سبحان الله العظيم الذي يبرز طوله أكثر إلى الخارج يقصر في المكان، والذي يكون أقصر في الخارج يكون أدخل في الإيه؟ والإبهام يعتبر موازيا لكل أصابع اليدين، لذلك هو له حكم خاص في كل العبادات. الإبهام هو الموازي لكل أصابع اليدين. كيف؟ أنت إذا ما أردت أن تركع تضم أصابعك أو تفرقها؟ تفرقها، فتجعل الإبهام وحده يقبض هنا وبقية الأصابع تقبض هنا. خلاص؟ فإذا ما أردت أن تسجد يطلب منك أن تضم كل أصابعك ما عدا الإبهام، فإنك تتركه لا تضمه، فكأن الله جعل الإبهام موازيا لكل أصابع الإيه؟ لكل أصابع اليد، ولذلك تجده منعطف إليهم جميعا هكذا أنت تقبض به، مفهوم؟ نعم. فيغسل يديه إلى الكعين قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا تعبدا مفترقتين دينية. معنى تعبدا يعني غير معقول المعنى، يعني لا تقل لماذا أغسلهما، أغسلهما لماذا؟ لأن ده شيء غير معقول المعنى، يعني هذا أمر أنت تفعله عبادة لا تسأل عنه، لا تسأل عنه. نعم. مطلقا أعني سواء كانتا نظيفتين أم لا. تمام. قام من نومه نهارا أو ليلا، فإن كان قد بال أو تغوط أو أمزى ونحو ذلك غسل ذلك، أي موضع البول أو الغائط ونحوه. نعم. منه أي مما ذكر. تنبيه في كلامه إشكال. ابن نادي لم تزل أشياخنا بأجمعهم ينبهون على أن غسل اليدين الذي هو سنة إنما يكون بعد الاستنجاء لا قبله، لأن الاستنجاء كما تقدم ليس من الوضوء في شيء. الشيخ ابن نادي وقد شرح الرسالة استشكل كلام الشيخ صاحب الرسالة، فقال ظاهر كلامه أن الإنسان يغسل يديه غسلة السنة المطلوب بها قبل الاستنجاء، ثم بعد ذلك يستنجي بعد غسل اليدين، يعني معنى ذلك أنه بعد الاستنجاء يبدأ بإيه؟ بالمضمضة، يبدأ بالمضمضة الوضوء. ولكن المشهور والمعروف أن الاستنجاء لا دخل له بالوضوء مطلقا، بل عند المالكية وعند الإمام يجوز للإنسان أن يتوضأ ويستكمل وضوءه ثم يستنجي بعد الوضوء، يستنجي بعد الوضوء. فإن قال قائل كيف يتوضأ والبول على رأس الذكر أو الغائط في محل المخرج؟ نقول له إن كان قد خرج وانقطع فما ذاك إلا خبث فقط، والخبث لا يمنع صحة الوضوء،
أما الذي يمنع صحة الوضوء فهو أن يكون الحدث يخرج وأنت تتوضأ. أما إذا انقطع الحدث وضمنت أنه لا يخرج فالباقي على المخرج ذلك خبث. ذلك إيه؟ ذلك خبث، والخبث لا يمنع صحة الوضوء. خلاص؟ ده عند المالكية. فإذا الاستنجاء ليس داخلا في الوضوء ولا شرطا فيه، مش كده؟ يبقى لماذا يقدم يده قبل الاستنجاء وبعد أن يستنجي يعمل إيه؟ يمضمض فمه؟ لا، المشهور أنك إذا قدمت غسل يدك قبل الاستنجاء واستنجأت ثم أردت أن تبدأ الوضوء فابدأه أيضا بغسل اليدين إلى الكوعين. ابدأه بغسل اليدين إلى الكوعين لأن هذا هو المشهور، وهذا هو الذي اشتهر بين الأشياء وبين العلماء، فلا يخالف الإنسان الإيه؟ الإجماع. نعم، هذا هو الإشكال اللي في رأيه، يعني هذا هو الإشكال الذي في رأيه. لكن يعني ده ينفع في الغسل ولا ما ينفعش في الغسل؟ ينفع في الغسل، ينفع، يصح في الغسل. لماذا؟ لأنك إذا غسلت يديك بعد قبل الاستنجاء وأردت أن تبدأ في الغسل خلاص يبقى يجوز لك أن تبدأ بالمضمرة وتنتهي في المسألة. إنما بالنسبة للوضوء لا، الترتيب فيه أو المشهور عند المشايخ وعند العلماء وعند أهل العلم أنك تغسل يديك إلى الكوعين في أول الوضوء. نعم، لأن الاستنجاء كما تقدم ليس من الوضوء في شيء، فعلى هذا تكون هذه الجملة مغتررة، ويكون قوله ثم توضأ متعلقا بها معطوفا على قوله غسل ذلك، ومعناه فعل الوضوء اللغوي. فعل الوضوء اللغوي، لأن معنى الوضوء معناه من الوضاءة وهو التنظيف النظافة يعني. خلاص، والوضوء قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا. فمثلا من ضمن الوضوء اللغوي قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الطعام بركة، فمعنى الوضوء هنا ايه؟ الوضوء اللغوي وليس الوضوء الايه؟ وليس الوضوء الشرعي. لاننا لو قلنا بالوضوء الشرعي يبقى الوضوء لازم قبل ما ناكل نتوضأ، الوضوء الشرعي، وهذا لا قائل به. خلاص، وقد قالوا أيضا توضأوا من لحم الإبل، حمل بعضهم الوضوء على الوضوء الإيه؟ اللغوي أيضا. لكن دي قالوا لا، دي مسألة إحنا فيها قرينة قوية فلذلك نحمل ألفاظ الشارع على مدلولاتها. لذلك قال الحنابلة بالوضوء من لحوم الإيه؟ من لحوم الإبل. نعم، الوضوء عبادة مستقلة يعني الإنسان عبادة مستقلة يأخذ عليها الإنسان أجر، أم من حيث العبادة أم من حيث أنها وسيلة إلى غيرها؟ يعني الإنسان توضأ من مش هيصلي لكن هو توضأ قبل النوم. بقصد ماذا؟ بقصد الطهر، والشرع من مقاصده الطهر. خلاص، ولكن لا تصلي به، لا تصلي به، لأنك لا تصلي بها إلا إذا قصدت رفع الحدث الأصغر كما نعلم، أو قصدت أداء فرض الوضوء كما نعلم زي ما يأتي في النية إن شاء الله. لكن واحد يريد أن يتوضأ لمحبته للوضوء خلاص ماشي يتوضأ، ما يصليش بيه، لا لا يصلي بيه. لو توضأ لزيارة سلطان لا يصلي بيه، لو توضأ لدخول السوق لا يصلي بيه، لو توضأ لأجل مس المصحف قال بعضهم يصلي به وقال بعضهم لا يصلي به، لكن الراجح أنه يصلي لأن مس المصحف لا يجوز إلا بعد رفع الحدث. خلاص، لو توضأ لزيارة صالح لا يصلي به، مفهوم؟ يبقى إذا الوضوء كونه لأجل التطهر ولمحبتك للوضوء ولأنه سلاح المؤمن كما قال كما ورد في الحديث لا بأس به، وإن شاء الله يكون في عبادة، لأنك برضو أنت لا تقصد البعد عن الامتثال أمر الشارع وهو أن تكون طاهرا، ولكن لا يجوز لك الصلاة به، فهو في تلك الحالة عبادة مستقلة، لا، إنما هو وسيلة إلى غيره. وسيلة إلى إيه؟
الى غيره. لما انا اتوضا لرفع الحدث انا بتوضا لرفع الحدث من اجل ماذا؟ من اجل الصلاه. يبقى هو وسيله ولا مقاصد ولا مقصد؟ وسيله. نعم. ما معنى الوضوء اللغوي؟ الوضوء اللغوي يعني معناه النظافه، لان الوضوء ماخوذ من الوضاءه وهي النظافه. ها؟ وهي الايه؟ وهي النظافه. نعم. وغسل ذلك ومعناه فعل الوضوء اللغوي. نعم. وهو غسل اليدين، ويكون قوله ثم يدخل يديه في الإناء معطوفا على قوله فيغسل يديه، يعني ثم بعد أن يغسل يديه ثلاثا يدخل يديه في الإناء إن أمكنه إدخالهما. يعني هو حيرتكب أشياء في اللغة، حيصير الجملة المعترضة، حيقول إن في جمل معترضة في كلامه، والله أعلم هل هو قصد هذا أو لم يقصد، ولكن هو علشان ينزل كلامه على ما هو المشهور عند المشايخ وعند العلماء كان ولا بد أن هو يبتعد شيئا في كلام المصنف الأصلي صاحب المتن، يعني علشان يتمشى هذا مع مين؟ مع المذهب ومع كلام العلماء ومع فعل العلماء. مفهوم؟ نعم. فيأخذ الماء وإلا أفرغ في يده قدر حاجته للمضمضة من الماء. وبعدين يعني إشمعنى ديت؟ إشمعنى هذه التي أمسكها وتحدث فيها وقال فيها إشكال؟ كلامه كله رضي الله تعالى عنه فيه أشياء كان ولا بد أن ينبه هو عليها، ولكنه لم ينبه. مثلا هو لم يقل الفرائض والسنن والكلام اللي زي ده وهو إلى آخره، قال لأن غايته أن يعلم المتعلم صفة الوضوء فقط. وهذا يشعر بقضية استنبطها العلماء، وهي لو توضأ الإنسان الوضوء الشرعي السليم من غير أن يميز بين الفرض من السنة هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ طالما هو ميز في اول الامر انه يتوضا فرضا، ان ده فرض عليه انه يتوضا، لكن غسل الوجه ده فرض ما ميزش هو، غسل اليدين فرض لم يميز، مسح الراس فرض لم يميز، مسح الاذنين سنه لم يميز. اذا توضا الانسان بتلك الطريقه ايجوز ايصح وضوءه او لا يصح؟ يصح وضوءه. طيب لو اعتقد أن كل أفعال الوضوء سنن يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. طيب لو اعتقد أن كل أفعال الوضوء فرائض يصح أو لا يصح؟ يصح. يبقى إذا نعمل نعرف كده، لو لم يعتقد أن ذلك سنة وذلك فرض إن شاء الله في قولين في المذهب، قول يقول يجوز وقول يقول لا إيه؟ لا يجوز. إن كان اشترطها غيرنا، يعني بعض الشافعية اشترط ذلك، قال لازم يكون عارف ده وضوء ده فرض ولا إيه؟ ولا سنة. ولذلك روى عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقد كان يقتل الناس كثيرا، فقالت له أمه يا حجاج أنا غاضبة منك عاتبة عليك، فقال لها ولم؟ قالت والله أنت تقتل كثيرا. قال يا أماه أنا أقتل بسبب، تعالي خلف السطور وانظري. فذهبت خلف السطور وخرج في اليوم الذي بعده، فكلما قابل انسانا قال يا اخي اتتوضا؟ فيقول نعم. يشوف العاميين اللي مش واخدين بالهم من العلم يعني، خدت بال؟ اتتوضا؟ يقول نعم. فيقول له ميز لي الفرض من السنه في الوضوء. يقول ماذا؟ انا اتوضا، علمت الوضوء عن كذا اتوضا. مشي. يقول للآخر أتصلي؟ فيقول نعم أصلي. فيقول حدد لي الفرض من السنة في الصلاة، الفرض الداخلي في الصلاة والفرض والسنة الداخلية مش الفرائض الخارجية يعني، حدد لي الفرض أو من السنة. فلا يعرف. فاغتاظت أم الحجاج لأنه سأل ناس كتير أوي أوي وهم لا يعرفون ذلك، فقالت له اقتل ولا تصبر يا حجاج. زي انت ليك حق بقى، ما دام الناس دي كلها ماشيه في الشارع ولا تعرف الفرض من السنه يبقى هان عليهم امر دينهم على هذا الحق، اقتل ولا تصبر. فقال لها انا
خليك بنفسك انت تقولي لي خد رخصة منك. كذلك في الصلاة مولانا. نعم. كذلك في الصلاة. كذلك في الصلاة. نعم. يعني هذا مقدمة لما لغيره من الايه؟ من ما نقوله إن شاء الله في الصلاة. نعم. فيأخذ الماء وإلا أفرغ في يده قدر حاجته للمضمضة من غير إسلاف، فيغمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو من ثلاث غرفات. ذكر صفتين ثانيتهما أرجح كما سيصرح به بعد. وإن استاك المتوضئ بأصبعه بضم الهمزة مع تثليث الباء وبفتحها وكسرها كذلك، فهذه تسع لغات وفيه لغة عاشرة. طبعا الإصبع والأصبع والأصبع يعني كل فتح الهمزة الأول معاه كسر وضم الباء وفتح الباء، يبقى أصبع وأصبع وأصبع، خلاص. وبعدين كسر الهمزة برضو معاه ثلاث لغات، وضم الهمزة معاه ثلاث ايه لغات، يبقى كام؟ ستة. وبعدين في لغة عشرة اسمها أسبوع، هي دي تبقى عشر ايه؟ عشر لغات في الاصبع بتاعنا ده اللي احنا عارفينه، فيه عشر لغات. نعم. ويعني بها هنا السبابة من يده اليمنى ويروى بأصبعيه، يعني السبابة والإبهام من اليد اليمنى. نعم. فحسن أي مستحب، وظاهره على ما قاله ابن عبد السلام أن الأصبع كغيره، قال ولو قيل إنه عنده هو الأصل ما بعد وقيل ما بعد ما بعد. نعم. وقيد التابري كلام هنا الشيخ مر على أشياء وإن كان قد يتحدث فيها فنرجعها إلى أن يتحدث فيها، وهي مسألة كيف يغسل الإنسان، كيف يمضمض وكيف يستنشق وكيف يستنثر، وهذا يقوله عند الاستنشاق والاستنثار. لكن هنا يقول يفرغ الماء ولا يسرف فيه، لأن الإسراف في الوضوء مكروه أو حرام، فيه قولان، قول يقول حرام وقول يقول فيه إيه؟ مكروه. والمشهور أن الإسراف فيه مكروه لما ورد أن البخاري بوب وقال باب الوضوء وكره أهل العلم الإسراف فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يغل السرى تحته مرة، خلاص. وقال بعض الحنابلة وضأت أبا عبد الله ومر بنا قوم توضأوا فوالله لو لم يجاوزوا بالوضوء إلا الإصبع ما جاوزناه، يعني من قلة الماء في مسألة الإيه؟ في مسألة الوضوء. إلا أن مذهبنا يقول إن قلة الماء لا تحديد فيها، لأن في ناس موسوسة شوية، فمن أجل ذلك لو حددنا لهم قدرا محددا من الماء لا يكفيهم ذلك، ما يعرفوش يتوضوا بيه، وفي ناس تانيين يكفيهم ايه؟ القليل من الماء. فلذلك التحديد دائما كان يفر منه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، يضع الماء في فمه كما سيقول، إما أن يتمضمض بغرفة واحدة ثم بعد ذلك يأخذ غرفة تانية ويتمضمض، أو يأخذ غرفة ثالثة ويتمضمض، يبقى تمضمض بكم غرفة؟ بثلاث غرفات. أو أنه يأخذ غرفة واحدة ثم يتمضمض منها ثم بنفس الغرفة يمج الماء ثم يتمضمض منها ثم بنفس الغرفة يمج الماء ثم يتمضمض منها، يعني ملأ إيده مية ووضع في فيه ثم مج الماء ثم يضع هكذا في فيه ثم يمج الماء، يعني هذا جائز وهذا ايه؟ هذا جائز، لكن الافضل ان يتمضمض بثلاث غرفات. بمعنى ذلك انه ياخذ ماء قليلا على قدر احتياج مضمضه واحده ثم بعد ذلك يتمضمض. اظن المسائل دي هم بينبهوا عليها ليه؟ ينبهون عليها علشان يعرفوك الافضل وان ذلك جائز، وان المضمضه بثلاث غرفات هي الايه؟ هي الكمال.
هي الايه؟ نعم. ثم تكلم عن السواك، والسواك بكسر السين، سواك او سواك بضمها الاثنين. والسواك هذه سنة او فضيلة مستحبة، والمعدود عند الفقهاء انه مستحب، وهو مطلوب من السنة النبوية، والرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه وندبه: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويستحب السواك هذا اذا قام الانسان من النوم، علشان يبقى فترة طويلة لم يتكلم وفمه مغلق، فالرائحة ربما ايه؟ ربما تتغير، خلاص؟ كذلك يستحب عند قراءة القرآن، ساعة ما يقرأ القرآن أو يدرس العلم يستحب له أن يستاك، خلاص؟ وكذلك يستحب السواك عند الصلاة بالليل، ويتأكد استحبابه عند الفريضة، عند صلاة الايه؟ عند صلاة الفريضة. ويتأكد استحبابه عندما يذهب إلى المسجد، عندما يذهب إلى المسجد. ويجب السواك إذا كان في فمه شيء له رائحة لا يزيلها إلا السواك وهو يذهب لصلاة الجمعة، يجب وجوبا، يعني مش مستحب، يعني هو تعتريه أحكام خمسة، تعتري السواك أحكام إيه؟ خمسة. الأول يكون مندوبا كما قلنا عند الانتباه من النوم، وعند قراءة القرآن، وعند قيام الليل، وعند الصمت طويلا يتكلم الإنسان، خلاص، وعند الذهاب إلى المسجد إن كان في فمه أكل ليس فيه رائحة إيه؟ كريهة مثلا. ويجب السواك إن تعين هذا لإزالة تلك الرائحة وهو يذهب إلى صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة طبعا تجتمع فيها الملائكة ما لا تجتمع في غيرها، ويجتمع فيها الناس، وغالبا يكون المسجد ممتلئا وتنضم الصفوف، فتكون الناس ايه؟ مجتمعة قريبة من بعضها، فتكون الرائحة بالنسبة للناس مؤذية، تكون الرائحة بالنسبة للناس مؤذية، خلاص؟ فمن أجل ذلك يتأكد، ولذلك يحرم أكل الثوم والبصل يوم الايه؟ يوم الجمعة، لأن ده هيسبب رائحة ايه؟ رائحة كريهة. يبقى ده يجب السواك. طيب، ويكره السواك متى؟ يكره السواك بعد صلاة الظهر للصائم، واستياكه بشيء رطب يخشى أن يتحلل منه شيء إلى حلقه، فيكون السواك حينئذ إيه؟ يكون السواك حينئذ مكروها، خلاص؟ نعم، قبل الصلاة لو كان السواك لا ما فيش مشاكل، لا شيء في ذلك. وقت الصيام نعم، لا قبل الصلاة من غير وقت الصلاة لا شيء في ذلك. ما الذي يحرمه إن كان قبل الصلاة في شيء رطب؟ لا شيء في ذلك، هو ماء يتساق ثم يبلع ريقه قبل أن يصلي، فلا يبقى في فمه شيء، لكن إحنا في الصيام إذا تحلل منه شيء وذهب إلى الحلق، قالوا إذا تعمد الإنسان قضى وكفر عند المالكين، يبقى عليه القضاء والكفر، فهو للاحتياط يبعد عن هذا، خلاص؟ يحرم السواك يكون حراما إذا استاك بالجوزاء وهو نبات طيب الرائحة إذا كان الإنسان صائما، ولأن الجوزاء يحرك عرق الجذام في الفم، فمن أجل ذلك لا يستاك به الإنسان، خلاص؟ وطبعا يكره إذا استاك بالإيه؟ بالقصب. القصب سيأتي هذا الكلام سيقوله الشيخ، لكن على كل حال السواك فيه فضائل كثيرة، منها أنه مرضاة للرب، إذا كان الأمر كذلك يبقى فضل إيه تاني بقى؟ السواك ده مرضاة للرب، وأيضا مطهرة للفم، وأيضا هو يشفي بإذن الله عز وجل من كل داء إلا السام،
وأيضا فهو يطيب رائحة الفم، خلاص، وأيضا هو يجلو البصر، وهو أيضا يزيل الحفر الذي بين الأسنان، وهو أيضا يشد اللثة التي تحت الأسنان. يعني له فضائل كثيرة جدا، عدها بعضهم 70 فضيلة السواك، خلاص. وهو يعني له كفى فيه أنه مرضاه لله سبحانه وتعالى. شوف، لو علمت أن الملك الذي يكتب عليك أو لك الأشياء التي تتكلم بها يدنو من فمك حتى يضع فيه فاه في فيك، لما أردت أن يشم منك رائحة كريهة، والملك نفسه يتأذى بما يتأذى به من هذا. فتخيل بقى الملك اللي معاك ده على طول تأذيه انت كده بالرائحة بتاعت الزواج، شيء صعب. روي أن رجلا كان متزوجا لامرأة، وبعد ذلك نام بالليل ونامت، فقامت بالليل فوجدها تفعل شيئا في أسنانها، فقال لها: ما تفعلين؟ قالت: أتخلل. تتخلل يعني تزيل ما بين أسنانها من بقايا الطعام يعني. فقال: ونمت وظللت هكذا في النوم وبين أسنانك طعام، إنك والله لامرأة قدرة. ثم طلقها من ليلته. ينفعش الكلام ده، يعني كان بيشددوا جدا على هذه الايه، على هذه الاشياء. ومن العجيب انك تجد ناس كثيره يكون ربنا كرم واكل لحمه مثلا ولا سمك ولا اي حاجه، وتدخل بين اسنانه اشياء ويسيبها كده، بعد ساعه ولا اثنين يوم يطلعها وياكلها. وهذا خطأ كبير، خطأ كبير حتى طبيا. يعني الشيء الذي يكون بين أسنانك إياك، إن مكث فترة طويلة إياك أن تأكله وتبلعه، بل عليك أن تخرجه. لكن إذا جرى مع ريقك وأنت لم تعرفه، ربنا بيلطف بقى، إن كان في بلاوي حتى في الصيام، إن جرى مع ريقك وأنت لم تعرفه فإنه لا يفطر الصائم إن كان لم يميزه وكان أقل من الحمصة، زي الحبة الصغيرة. أما لو كان قد الحمصة بقى يبقى ده إيه؟ ده عامل بقى حفرة ما بين سنين وعسل. الحكاية اللي حصلت، فينبغي للإنسان المؤمن دائما أن يكون طيب النكهة، طيب الرائحة، ولا بد من ذلك، ويتأكد ذلك في الإيه؟ في الجمعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. نعم. سنقول دلوقتي ان شاء الله، صبرك يا مولانا. بالنسبه للسواك يا مولانا، هل هو مكروه في المسجد قبل الصلاه؟ لا، ليس مكروها في المسجد قبل الصلاه، الا اذا كان سيخرج من فمك اشياء يتلوث بها المسجد. لكن على كل حال السواك مستحب للامام أن يفعله أمام الناس أيضا، لأنه عبادة، وتلك العبادة ينبغي أن تظهر حتى تقلد، ينبغي أن تظهر. ومما قرأت اليوم في كتاب الحبائك في أخبار الملائك للإمام السيوطي، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا جبريل وميكائيل وهو يفتاح صلى الله عليه وسلم، فأعطى السواك لجبريل عليه السلام، فقال له جبريل: كبر كبر يا محمد، كبر يعني أعطى السواك لميكائيل فهو أكبر مني. فدل ذلك على أن السواك في حضرة الناس هو الأفضل، هو الإيه؟ الأفضل. وقد قال قائل من الصحابة: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسواك في فيه يفتاح ويقول هع هع، يعني كأنه يتهوع صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه يقول هذه الكلمة أنه يبصل السواك
إلى بدء حلقه، لأن الإنسان إذا وضع إصبعه في حلقه بلا إرادة يقول ها ها، يعني هكذا يقول هذه المسألة، خدت بالك غصب عنه، واخد بالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في الاتجاه لدرجة أنه كان يوصل السواك إلى حلقه، وكان ليس شيء أحب إليه صلى الله عليه وسلم من السواك، حتى وهو مريض كانت عائشة تطري السواك بفمها وتعطيه له يفتاح به صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيمرض في بيت إيه؟ في بيت عائشة. فهذه السنة ما أجملها وما أحسنها، ومفيش أحسن منها، وكانت سبب في نصر المسلمين في غزوة من الغزوات لا أذكرها، لما اتاكوا ببعض النخل قالوا المسلمون يسنون أسنانهم يأكلوننا، فانهزموا. فإذا إذن إن ألقي في قلوبهم الرعب وانهزموا. فالسواك إذن يعني له فوائد كثيرة وله فوائد عظيمة، وإن شاء الله الذي يكفي في السواك سيتكلم عنه الشيخ. نعم. وقيد الثالوثي كلام الشيخ بأنه أراد به مع فقد غيره ليوافق ما في الرواية، سمع ابن القاسم من لم يجد سواكا يعني يجزئه. هل الإصبع أو الإصبع يكفي للتسوك به؟ هنا عند الشافعية جذبوا بأنه لا يكفي مطلقا، سواء وجد أو لم يجد. وعندنا أنه إذا وجد شيئا ولو خرقة طاهرة يابسة تزيل ما بين أسنانه يقدمها على الإصبع، يعني يلجأ لموضوع الإصبع متى؟ إذا فقد كل شيء يمكنه أن يبتاك به فإنه يلجأ لموضوع الإيه؟ الإصبع. مفهوم الكلام ده؟ نعم. فإذا لجأ إلى موضوع الإصبع كفاه ولا لم يكفه؟ كفاه إن كان لم يجد غيره. نعم. كذلك قال النووي من أئمة الشافعية أيضا، النووي من أئمة الشافعية ذكر ذلك وقال يفتاك بالإصبع إذا لم يجد غيره. نعم. سمع ابن القاسم من لم يجد سواكا فأصبعه يجزئه. نعم. وكلامه محتمل لأن يكون أراد أنه يستاك قبل المضمضة أو معها أو بعدها. نعم. وينبغي أن يستاك بيمينه. طيب كيف يستاك إذا؟ يستاك مع المضمضة أو قبلها أو بعدها؟ الأفضل أن يستاك مع المضمضة حتى إذا دخل الماء مع السواك خرج ما بين أسنانه وكان أعمل على خروج ما بين الأسنان، يبقى الاستياك يكون في أثناء الإيه؟ المضمضة. ويستاك باليمين لأن السواك عبادة، السواك عبادة. إن كان واحد يقول لك أنا أزيل الأذى، إذا كنتم بتقولوا ساعة ما يزيل الأذى اللي في الأنف، مع أن الأذى اللي في الأنف ده طاهر مثلا، يزيله بشماله هكذا، يضع إصبعيه من اليد اليسرى، خدت بالك؟ ففي السواك لماذا يفعل باليمين؟ نقول لأنه عبادة، فمن أجل ذلك يعني يستاك بالإيه؟ باليمين. والتيامن في العبادات دائما مقدم، إنما في إزالة الأذى اليسار أو الشمال مقدم. نعم. وينبغي أن يستاك بيمينه لأنه من باب العبادات لا من باب. ينبغي في كلام الشيخ هنا لم يحدد، والواضح أن ذلك مستحب، ينبغي أن يستحب أن يستاك بيمينه. نعم. وينبغي أن يستاك بيمينه لأنه من باب العبادات. نعم. لا من باب إزالة النجاسة. نعم. ويكون عرضا إلا يا ريتك الآن لا من باب إزالة الأذى حتى لا يرد عليه أنه طلب منه أن يستاك أن يستنثر بشماله، وعلّل ذلك بأن ذلك من إزالة الأذى وليس من إزالة النجاسة. ويقول عرضا إلا في اللسان فإنه يستاك فيه طولا، وأحسن ما يستاك به يكون عرضا، عرضا في الأسنان وعرضا في الأدراس، ولا يستاك طولا، لا يستاك إيه؟ طولا. والعرض هكذا كده،
والطول هكذا، طول السنة كده الفوق كده هو، والعرض بتاعها كده هو، فيأتاك في الايه؟ في العرض، بالعرض بيمينه، ويبدأ باليمين ثم بعد ذلك يمرها إلى مين؟ إلى الشمال. خلاص؟ الاستياك بالعرض أولا يعمل ايه؟ الاك سهل على اللثة التي تحت الأسنان، ويشدها ولا يضرها، بخلاف الاستياك بالطول فإنه يتعبها ويضرها. فمن أجل ذلك حتى ولو في باطن الأسنان تستاك بالعرض، لو في الباطن من جوه أيضا تستاك بالإيه؟ بالعرض. وأما اللسان فاستياكك فيه بالعرض يضره ويتعبه، ولذلك طلب أن تستاك بالإيه؟ أن تستاك بالطول. وكذلك في الحلق، إذا أوصلت للحلق فإنك تستاك بالإيه؟ بالطول أيضا. يبقى الأسنان أستاك فيها عرضا، واللسان والحلق أستاك به فيه طولا. نعم. ويكون عرضا إلا في اللسان فإنه يستاك فيه طولا. نعم. وأحسن ما يستاك به الأعراق رطبا أو يابسا. نعم. إلا الصائم فيكره له الاستياك بالرطب. يعني الأحسن، أحسن حاجة عود الأعراق، خلاص، لأنه هو ذكر المشهور عند العرب. والأحسن أن يكون متوسطا في الليونة واليبوسة، فلا يكون يابسا جدا بحيث يؤذي، ولا يكون لينا جدا بحيث يتحلل منه ولا يزيل القلح الذي في الأسنان. فينبغي أن يكون متوسطا. نعم. إلا الصائم فيكره له الاستياك بالرطب، ولا يستاك بالرمان والريحان فإنهما يحركان عرق الجدام. نعم. ولا بالقطب فإنه يولد الأكلة والبرص. يولد الأكلة والبرص. أولا القصب، القصب كل نبات لساقه أنبوبة زي الأنبوبة كده، كل نبات بساقه أنبوبة، ومنه نوعان، القصب الفارسي وهو الذي يصنع منه أسقف البيوت، عارفين البوص؟ البوص اللي زي الغاب ده تسمعون به، والذي تصنع منه المزامير، هو ده اللي اسمه القصب الفارسي. فلا ينبغي للإنسان أن يستاك به لأنه يورث الأكلة. وأما القصب العادي فهو كل ساق كالأنبوب، يعني نبات الساق بتاعه زي الأنبوبة كده، يدخل فيه بقى بوص الذرة والقمح، حطب القطن، واخد بالك، وأيضا الشعير، مفهوم؟ كل هذا والقصب بتاعنا اللي بيتمص ده وبيتاكل، كل ده داخل في ايه؟ داخل في القصب. فيكره للإنسان أن يستاك به، يكره للإنسان. لماذا؟ قال لأنه يورث الأكلة في الأسنان، داء في الأسنان يشعر الإنسان فيه باتكال، اتكال يعني يحس بألم زي ما يكون حاجة تأكل في أسنانه، وربما أكلت فعلا الأسنان، وربما أدت إلى ما يسمونه بالسوس أو التسوس. الدكاترة والأطباء دلوقتي يقول لك الأسنان بتاعت سوتت، سوتت بمعنى إيه؟ أولست أكلت، يظهر إنه هو عمل حاجة فيها بسبب هذه الأشياء ولا يدري ولا يعرف. وبعدين مش معنى كده إن القصب بس اللي بيورث الأكلة، ربما في أشياء تانية كثيرة يأكلها الإنسان في أسنانه فتورث الأكلة. خلاص؟ والأكلة نوعان، نوع يسري في الأسنان بدون أن يحس الإنسان به، ونوع يسري في الأسنان ويحس الإنسان بالألم فيه. خلاص؟ القصب بقى والاستياك به يشعر بهذا، بأن الأكلة تسري في الأسنان ويحس الإنسان فيها بالإيه؟ بالألم. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل هذا. نعم. يحرك عرق الجذام، الجذام، الجزام والعياذ بالله مرض قبيح يصيب الأعضاء، أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه. داء يجعل الأعضاء يعني قبيحة المنظر، الجلد بتاعه يتساقط ويظل هكذا متساقط متساقط والعياذ بالله. هو داء نعم أكيد والعياذ بالله، ويظل الإنسان دائما
جسده يأتي بالمدة والقيح والصديد والدم والأشياء دي كلها. ولذلك يعني كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يأمر بأن يخرج المجذوم من المسجد، المسجد بتاع المسلمين، يأمر بأن يخرج المجذوم من الايه؟ من المسجد. فنسأل الله أن يعيذنا منه. ثم الجذام أيضا داء مؤذن، معدن أيضا، بس مش معدن بنفسه، وإنما معدن بأمر الله تعالى. ولذلك قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم كما تفر من البشر. ومع ذلك أكل مرة مع مجذوم ليشير إلى أن العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما بأمر الله عز وجل. نعم. وكذلك قصب الشعير والحلفاء والعود المجهول مخافة أن يكون، هو برضو قصب الشعير من داخل من جملة الايه؟ داخل من جملة القصب، لأن العلماء وخصوصا في كتب اللغة يقولون إن القصب هو ايه؟ هو كل نبات له ساق كالأنبوبة، يعني زي القصب، زي الشعير، زي القمح، زي الذرة، زي الشامي، زي أي نوع من هذا النبات. نعم. والحلفاء والعود المجهول مخافة أن يكون مما حذر منه، يعني ما تجيبش أي عود كده ما تعرفش هو مصدره منين، يا ترى قصب ولا شعير ولا أي حاجة، تستكبر لأنك لا تدري ها مصدر ذلك العود، ربما يكون مما نهي عنه. نعم. ثم بعد فراغه من المضمضة يستنشقه الفكهاني. انظر ما فائدة المضمضة، كل فعل أو اسم عندنا يحدث فيه تكرير أو تضعيف فإنه يدل على الكثرة. الزعزعة، الشنشنة، الزلزلة، كل هذا يدل على الايه؟ على الكثرة. فالفعل ده يدل على التكرار ويدل على الايه؟ ويقول الثرثرة، يتكلم كثيرا، واخد بالك. فالمضمضة هي إدخال الماء في الأنف الفم وخضخضته، أما لما جم يعرفوها برضه جابولها فعل مكرر هم واخدين برضه، خضخضته معنى إنك لو دخلت الماء في الفم ومضمضته مرة واحدة ما ينفعش، فلازم تعمل له كده مرة واثنين وثلاثة زي اللي بيخض الإيه؟ اللبن علشان يستخرج الزبد منه، بيخضها مرة واحدة ولا بيفضل كل شوية يعمل كده؟ فالمضمضة كده هو مفهوم الكلام ده؟ يبقى ادي معنى كلمة الايه؟ المضمضة. نعم. يستنشقه الفكهاني. انظر ما فائدة قوله بأنفه الماء، فهل يكون الاستنشاق بغير الأنف؟ وقوله ويستنشق، يعني غرضه يقول ايه؟ ازاي يقول يستنشق الماء بأنفه؟ لماذا أتى بكلمة بأنفه؟ أيوه، لا بأنفه، مش مع التنفس، التنفس غير الأنف، هو جاي بيستنشق الماء بأنفه، لماذا أتى بكلمة أنفه؟ وهل يكون الاستنشاق بغير الأنف؟ قال لك لما تقول أنت ضربته بيدي، نظرته بعيني، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. خلاص؟ قال لك ده تأكيد، تأكيد ونفي المجاز، إلا أن الاستنشاق بالأنف كأنه بيكرر، كأنه في تكرير، لأن الطيران غير الجناح، ولا الطيران هو الجناح؟ الطيران هو غير الجناح، مفهوم الكلام ده؟ إنما الاستنشاق هو الأنف على طول، لأن أنت بتاخد بأنفك تتنفس، فاستنشاقك بالأنف كيف؟ قال لك هو يقول ذلك تيمنا بالحديث الذي ورد في صحيح مسلم: يستنشق بمنخريه. فهو بدل كلمة منخريه جاب الأنف، والمعنى واحد، فكأنه بيتيامن بذلك الإيه؟ وكثيرا ما يتيامن الفقهاء فيضمنون كلمة وردت في الحديث في أقاويلهم، عشان يقول لك احنا مش خارجين بالفقه بعيد عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. الدردير يقول لك مثلا يبدأ بغسل مذاكيره. الله، طب هو الإنسان ليه كم مذكار مثلا؟ واحد.
فكيف يقول بمذاكيره؟ هذا تيمنا بالحديث، لأن الحديث قال كده، فهو خد الكلمة وحطها زي ما هي. فساعات هم يجيبوا كلمة تكون واردة في حديث، ويمكن أنت الفقهاء لو أرضوا الطرف عن الحديث يقول لك جابوها ليه دي؟ ما هو الاستنشاق زي ما قال الشيخ، ما هو الاستنشاق لا يكون إلا بمين؟ إلا بالأمر. نعم. لا يكون بغير الجناح، المعهود في الطائر لا يكون بغير الجناح. لا، أصل الطيران يخالف الجناح، ده الجناح ده يعتبر آلة فقط للطيران أو وسيلة للطيران، واخد بالك؟ إنما الاستنشاق أصلا لا يكون إلا في داخل الأب. وما الاستنشاق الذات؟ يبقى المسألة كأن فيها تكرار، كأن فيه تكرار. نعم. بأنفه الماء فهل يكون الاستنشاق بغير الأنف؟ شوف، لأنه هو طبعا إيه؟ اعترض عليه في الحتة دي. نعم. وقوله ويستنثره صريح بأن الاستنثار عنده غير الاستنشاق. الاستنثار بمعنى تحريك النثرة، والنثرة هي وسط الأنف، عشان كده سموه الاستنثار. والاستنثار إذن إخراج الماء بالنفس من الأنف، إخراج الماء بالنفس من الإيه؟ من الأنف. يبقى ده لازم، دي سنة مستقلة، يعني الاستنشاق سنة مستقلة والاستنثار سنة أيضا مستقلة. نعم. ويستنثره صريح بأن الاستنثار عنده غير الاستنشاق. نعم. ومشهور أنه سنة بمفرده. نعم. ثلاثا مفعول يستنشقه. السلام عليكم. ايوه، لا انا لسه والله في الازهر، ان شاء الله هروح دلوقتي باذن الله، ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. والمشهور أنه سنة بمفرده ثلاثا. نعم. مفعول يستنشق. وحقيقة الاستنثار أنه يجعل يده، يعني إصبعيه، السبابة والإذهاب من يده اليسرى على أنفه، ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف ويشد إصبعيه على أنفه لأنه أبلغ في إخراج ما هنالك. إذا هو يعمل إيه؟ يضع الماء في الأنف بنفسه. لو وضع الماء في الأنف بدون نفس لا يسمى استنشاق. يعني واحد يجيب الماء قدام أنفه كده ويعمل لها كده، طبعا ده ما ينفعش استنشاق، لا يكون استنشاق، خلاص، ولا يكون آتيا بالسنة. ثم إذا جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف لا بد من إخراجه أو يسن إخراجه، الإخراج ده يسمى الاستنشاق. يفعل ماذا؟ يضع إصبعيه السبابة والإبهام كده من أعلى الأنف هنا عند الخيشوم هنا في الحتة دي، ثم بعد ذلك فيه صفتين. بعض العلماء كما ورد في الخرشي أنه ينزل بإصبعه هكذا إلى آخر الأنف وهو يخرج بالنفس يعني، وبعضهم قال يخليه كده هنا بس ويشد عليه كده، يشد على الإصبعين كده شوية. والشد هذا مستحب، لأن الشد يمكن به أن يخرج الأشياء اللي داخل الأنف وأمكن في التنظيف. وأما إذا وضعت اليد بس وعملت كده وخرجت بالريح قد تبقى أشياء داخل الأنف فلا يمكن التنظيف. والأنف ده كما تعلمون عليه عبء كبير في موضوع النفس، يعني التنفس من الأنف أطيب وأفضل من التنفس من الفم. ليه؟ لأن التنفس من الأنف فيه غربال بغربل ما ياخدش إلا الهواء السليم النقي، ولكن الأنف ياخد كله، هواء نقي، هواء سريع، هواء وحش، هواء كويس، أو حاجة داخلة فيه بياخد وخلاص ويدخل الرئة. لكن التنفس من الأنف ده ينقي الهواء وياخد الهواء السليم اللي يدخله الرئة.
ولذلك إذا استنشقت أنت واستنثرت كان أعون على مخارج الحروف وأعون على القراءة قرآن خلاص. وأيضا قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام أحدكم من النوم فليستنسق ثلاثا أو فليستنسق ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. أول ما الواحد ينام الشيطان يقوم بايت على إيه؟ على الخيشوم بتاعه، مفهوم؟ فإذا قام فاستنثر وتوضأ يمشي يروح في دهنه. ولذلك تيجي تلاقي واحد ما بيتوضاش مثلا يقوم الصبح يقول لك أنا روشت مناخيري، فعلا مش طايق حد يكلمه خالص لأنه المكان اللي بيتنفس منه الملعون ملاه بقى بلاوي، واخد بالك؟ علشان كده المفروض الإنسان حتى لو كان مش هيتوضأ أول ما يقوم من النوم، يعني لو ما جاش وقت صلاة وهو هيصلي، يستنشق بأنفه الماء مرة واثنين وثلاثة كده أقصاها ثلاث مرات عشان إن كان الشيطان راح على الأنف يبقى خلاص. وهل مبيت الشيطان على الأنف ده حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. المفروض إحنا مدام ورد لفظ من ألفاظ الشارع نحمله على الحقيقة. إيه المانع إن الشيطان يجيب قادرات ويجيب أشياء ويحطها على الأنف علشان الإنسان يكسل جامد قوي زي ما ينام الإنسان بدون ذكر الله فيغول الشيطان في أذنه يكسله، لأن البول دايما بيكسل الإنسان، فهو يعرف منين الملعون يعرف منين يكسل الناس، يجيب البول ويغوله في أذن الإنسان استدلالا له عاوز يذله، يعني لأن الإنسان اللي يبال عليه ده يبقى إيه؟ ذليل لمن بال عليه. ها؟ ولذلك دي مش قلنا كانت سبب في إسلام واحد في الجاهلية لما الثعلب بال على الصنم وعرف غاية الذلة من الصنم، أن أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب وترك العباد. أرب ليه؟ نعم نعم يكون باليسرى بإصبعين من اليسرى مش بالإيد كلها، يكون بإصبعين هكذا من اليسرى تضعه على الخيشوم ثم تشد عليه قليلا، بس يعني الشد لما يقول لك الشرع شد مش يعني يشد جامد كده عشان يطلع بقى لا لا، الشد شد مقبول يعني معقول، لا يحطها كده بتماوت ويسيلها ولا يحطها جامد كده لغايه ما يخلي الانف يعني يتوسط، مفهوم؟ نعم. ويشد اصبعيه على انفه لانه ابلغ في اخراج ما هنالك. نعم. كما يفعل ذلك في انتخاطه، فالتشبيه في الصفة لا في الحكم. التشبيه في الصفة يعني لا في الحكم، وضع كما يفعل ذلك في انتخاطه، انتخاط الانسان حين ينتخب عارفين الانتخاب من غير مية ولا حاجة اذا اصابه زكام ولا اي حاجة ينتخب، مفهوم؟ فالانتخاب ده بقى يعمل ايه؟ هو يضع اصبعه السبابة والامام على اعلى انفه يبارد يشد شوية على سبب. طب ده تشبيه بالصفة لا بالحكم، ليه؟ قال لك لأن الصفة دي حكم الاستنثار في الوضوء مستحب، مفهوم؟ وحكم الامتخاط هذا ليس مستحبا، الامتخاط هذا ليس مستحبا، والتحقيق أن هذا تشبيه في الصفة وفي الحكم أيضا، لأن الامتخاط أيضا مستحب. الامتخاط ايضا احنا قربنا نخلصه، لان الامتخاط ايضا ايه؟ مستحب، مفهوم؟ نعم. فان لم يجعل اصبعيه على انفه لا يسمى استنثارا. نعم. وكره عند مالك لنهيه عليه الصلاه والسلام عن امتخاطه كامتخاط الحمار. ايوه، لان الانسان لما يمتخط او يستنثر بدون وضع الاصبعين على الانف يفعل فعلا كفعل الايه؟ كفعل الحمار. وانت انسان قد كرمك الله تعالى فلا تشابه بعض المخلوقات اللي احنا بنقول عليها انها مش، مع انها هي كويسه ومحترمه وكل حاجه يعني كويسه قوي قوي هي ومحترمه، لان هو طبيعتها خلقت هكذا، فلما نقول للانسان انت حمار يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنشتم الانسان ولا الحمار؟ لا بنشتم الحمار، لا بنشتم الحمار، ليه؟
لأننا نطلب من الحمار أن يرتقي إلى درجة الإمساك، ولا يمكنه ذلك، لا يمكنه ذلك. يعني نميق الحمار كمال فيه، وصوت كصوت الحمار من الإنسان إنكار عليه. إن أنكر الأصوات لصوته، والله تعالى الحمار يمكن يبقى أحسن من ابن آدم وأفهم من ابن آدم بطبيعته اللي ربنا خلقه بيها. لو رحت انت تخطي قناة جدول من المية، الحمار لو راح يخطي جدول من المية يحسبها قبل ما يخطيه، يشوف نفسه هيقدر يخطي الحتة دي ولا لا. لو ضربت فيه لما شبعت لا يمكن للحمار ان يخطي، لانه عارف انه ممكن لو خطى هيقع في الانسان. انما البني ادم يقول لك انا بقى اجري لورا شويه واجري شويه واخطي واخطي خط يقع في الله، معرفش يحسبها ايه حساب جاي. مفهوم؟ كذلك الحمار نفسه اذا انت اذا كان شبع وحاولت تضرب فيه عشان تديله عود واحد من البرسيم اللي هو احب شيء اليه لا يمكن. انما البني ادم ياكل تقول له طب بس ذوق دي، يروح جاي ياكلها. طب خد كمان الفاكهة الحلوة دي، ده فلان هتكسبه. لا هذا يديله. يبقى الحمار عرف حاله وابن آدم ما عرفش حاله. كمان نقول لك احنا في حاجة تانية، نقول لك دي شهوة بريمية، نقول له والله يا ريتك جعلتها بريمية، ما بتجعلهاش بريمية. لأن البهيمة إذا أتت للذكر للأنثى، الذكر البريم لو أتى للأنثى فشمها فوجد أن حامل من غيره لا يقترب منها أبدا، مش ممكن ما يقربش منه. والبني آدم ولا حاجة، عادي جدا. عشان كده رب العالمين قال إنهم إلا كالأنعام بل هم ليه؟ لأن هم أضل، علشان الأنعام عرفت مصالحها، وأما هؤلاء فإنهم لم يعرفوا مصالحهم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. Mm-hmm.